محتار وعايز تعرف ازاي تروح الملاعب المستضيفه لامم افريقيا في القاهره؟ نفسك تشوف منتخبات مصر والجزائر والمغرب من الملعب؟ ما تقلقش، احنا هنقولك ازاي تروح الملاعب ونمشي معاك خطوه خطوه. نبدا باستاد القاهره واللي هيكون فيه مجموعه مصر. اسهل طريقه عشان تروح استاد القاهره هي المترو. محطتك الاساسيه هتكون العتبه، واللي منها هيبقى عندك حلين. الحل الاول انك تغير اتجاهك وتركب الخط الثالث من المترو وتنزل محطه الاستاد، وهتنزل تمشي حتة بسيطة، ودي في حالة انك هتقعد تالتة يمين. الحل التاني برضو هتغير اتجاهك وهتركب الخط التالت من المترو، بس هتنزل محطة ارض المعارض، ودي في حالة انك هتقعد في التالتة شمال. ولو مش عايز تقضي وقت طويل في المترو وعايز تروح مواصلات، حلك الاقرب هيكون من رمسيس، وهتلاقي ميكروباصات بتحمل الاستاد، ودي هتنزل منها وتمشي حتة صغيرة وهتبقى قدام منصة استاد القاهرة، وتقدر تمشي يمين وتروح تالتة يمين او شمال وتروح تالتة شمال. خلصنا استاد القاهرة، خلينا نروح استاد الدفاع الجوي عشان نتفرج على الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا. عشان تروح ملعب الدفاع الجوي عندك حلين. الحل الاول هو ميكروباص من رمسيس بيحمل التجمع الخامس، وده هينزلك قدام باب الملعب، او ميكروباص من الف مسكن ينزلك عند مسجد المشير جنب الملعب. الحل الثاني هو اتوبيس ام 5، وده بيتحرك من موقف عبد المنعم رياض وبيعدي على رمسيس والعباسيه ونادي السكه ومحور المشير، وهو المكان اللي فيه الملعب، ومواعيده من 6:30 الصبح ل 12 بالليل، يعني هتلحقه ما تقلقش. خلصنا الدفاع الجوي، طب لو عايز تشوف مجموعة المغرب النارية مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا، تعمل ايه؟ عشان تروح ملعب السلام عندك حلين. الحل الأول إنك تركب مترو وتنزل محطة المرج اللي في الخط الأول، ولما تنزل المحطة هتلاقي ميكروباصات بتحمل للملعب على طول. الحل التاني هو ميكروباص من رمسيس أو أول مكرم أو الحي العاشر أو ألف مسكن. ميكروباص بيحمل موقف السلام، ووقتها هتنزل تمشي 5 دقايق وهتوصل الملعب على طول. استنى، قبل ما تروح الاستادات اللي قلناها ما تنساش الفان اي دي بتاعك، وما تنساش تذكرتك، ورحلة سعيده.